السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائده. نتكلم في هذا الفيديو عن كيفيه تشكيل نفي في زمن سيمبل بريزنت، زمن المضارع البسيط. تابع معي نهايه الفيديو نتعلم كيفيه نفي الجمله في زمن المضارع البسيط مع امثله وشرح مفصل له. ننتبه، اول شيء يجب ان نعرف نفي الجملة يعني نفي حدوث الفعل. إذا أول ملاحظة يجب أن ننتبه عليها، نفي الجملة يعني نفي حدوث الفعل. في زمن present simple المضارع البسيط نحتاج إلى فعل مساعد، يعني فعل قوي يساعدنا على تشكيل النفي. ممكن أحدهم يقول I like English، أنا أحب الإنجليزية. يريد أن ينفي الجملة يكتب بهذا الشكل I not like English، وهذا خطأ. يعني لا نستطيع أن نضع، يعني يعرف هو أداة النفي not، خلاص يقول not يعني لا ويكتبها مباشرة أو يضعها قبل الفعل، وهذا خطأ. في زمن present simple المضارع البسيط، في زمن المضارع البسيط نحتاج إلى فعل مساعد. كيف نعرفه مضارع بسيط؟ يكون الفعل بالتصريف الأول، يعني بالشكل الأول للفعل. نحتاج إلى فعل مساعد do أو does. كما تكلمنا سابقا نستخدم does مع he she it، أو إذا كان عندنا الضمائر I we you they، إذا كانت أحد هذه الضمائر نستخدم معها do. إذا كان اسم جمع مثلا the box أيضا نستخدم do. إذا كان عندنا the book نستخدم does، يعني does مع المفرد وعندنا do مع الجمع. لنفي الجملة نضع بعد do و does نضع أداة النفي not، يعني تصبح do not does not، و نكتبها بشكل مختصر الأفضل. عندنا do تصبح don't، وعندنا does not تصبح doesn't. يعني بدلا عن ال o نحذف ال o نضع apostrophe يعني فاصلة علوية t، بهذا الشكل حذفنا حرف ال o وضعنا apostrophe t. إذا do not بمعنى لا، does not بمعنى أيضا لا. عندما اختصرناها don't أيضا لا، إذا don't doesn't أيضا لا. إذا بالمختصر لنفي الجملة نستخدم don't doesn't، نضعها قبل الفعل مباشرة، قبل الفعل مباشرة. I like English، أنا أحب الإنجليزية. نغير الفعل أي فعل كان، التكملة أي تكملة كانت، لكن هنا استخدم الفعل لايك. قبل لايك أضع don't بهذا الشكل تصبح I don't like English، أنا لا أحب الإنجليزية. إذا نضع لا بهذا الشكل. لماذا استخدم هنا don't؟ لأنه في بداية الجملة I، يجب أن نحفظ مع I we you they نستخدم do، مع he she it نستخدم does، إذا كان جمع نستخدم do، إذا كان مفرد نستخدم does. He likes English، هو يحب الإنجليزية. كما قلنا he أضع قبل الفعل likes doesn't، إذا تصبح doesn't بهذا الشكل. He doesn't، لا نقول likes، نحذف ال s، ننتبه. يعني لا أستطيع أن أقول he doesn't likes English، يعني هنا في اس وعندنا اس، خطأ. دائما بعد دو داز، طبعا دو اوريدي ما يعني ما في عندنا اس للفعل، لكن اذا كان هي شيئت نضيف الاس للفعل. عند النفي استخدام doesn't نحذف الاس من الفعل تصبح he doesn't like English، هو لا يحب الانجليزية. ايضا حذفنا الاس ونترجم doesn't بلا. They like English، هم يحبون الإنجليزية. لاحظ الفاعل they
مع ذي نستخدم دو نحمل عليها نوت تصبح دونت. هذا الفعل لايك نضع قبلها دونت. They don't like English. هم لا يحبون الإنجليزية. يعني دائما don't و doesn't أينما نراها نترجمها لا. أحمد أو أحمد likes English. يحب أحمد الإنجليزية. أيضا فعل likes نضع قبل أو قبله doesn't بهذا الشكل. كما قلنا في عندنا S نحذف الاس من الفعل. He doesn't like English. هو لا يحب الإنجليزية. لا نستطيع أن نقول he doesn't likes English بهذا الشكل، خطأ. إذا ملخص الكلام، لنفذ الجملة قبل الفعل نضع don't أو doesn't على حسب الفاعل. أيضا نترجم don't و doesn't بلا. عند إضافة doesn't قبل الفعل المنتهي بإس المفرد الغائب أو إس الشخص الثالث نحذف الإس عند إضافة doesn't قبل الفعل. ننتبه إذا كان في الجملة am is are لا نحتاج لdo أو does، يعني مباشرة am أضع بعدها not بهذا الشكل. إذا كان عندنا is not are not بهذا الشكل مباشرة لا نحتاج لا do ولا does. يعني ما يحتاج أضع doesn't am، يعني لا أصلا نقول he doesn't is they don't are هذا خطأ. دائما is are am أو am is are نضع بعدهم مباشرة not. مثلا he is happy هو يكون سعيد أو هو سعيد، نريد أن فيها نضع not بهذا الشكل. he is not happy هو ليس سعيد أو هو لا يكون سعيد، نريد أن نختصرها تصبح isn't بهذا الشكل، أو نكتب he's not بهذا الشكل. تختصر is ونبقي على not كاملة، أو نكتبهم بشكل كامل الاثنين، أو نكتب is بشكل كامل نختصر not بهذا الشكل. They are happy هم يكونوا سعداء. لا نضع they don't are happy، لا نحتاج do ولا does. دائما مع am و is are لا نحتاج، مباشرة بعد are نضع not. They are not happy. نريد أن نختصرها تصبح aren't بهذا الشكل، أو نقول they're not. أيضا نختصر are ونضع not بشكل كامل، أو نكتب are بشكل كامل نختصر not، أو نكتب الاثنين بشكل كامل. والترجمة واحدة لكن دائما الأفضل الاختصار. I am happy أنا أكون سعيد تصبح I am not happy أنا لا أكون سعيد. نختصرها I'm not بهذا الشكل اختصار واحد، أو نكتبه بشكل كامل. يعني لا نستطيع أن نقول I'm not بهذا الشكل، إذا هذا خطأ. أو لا نستطيع أن نقول I amn't أيضا خطأ. يعني نكتبها بشكل كامل أو حالة واحدة نختصر am ونخلي not بشكل كامل. هنا نستطيع الثلاث حالات، هنا حالتين فقط. أحمد is happy أحمد يكون سعيد، نريد أن فيها فقط نضع not كما الحالة الأولى اختصار is. أحمد isn't happy أو is not happy دائما اختصار أفضل. Mary and أحمد are happy ماري وأحمد يكونوا سعداء. أيضا بعد are نضع not، يعني ماري وأحمد لا يكونوا سعداء أو ليسوا سعداء. نريد أن ننفي أيضا جملة بزمن السيمبل بريزنت المضارع البسيط موجود فيها كان، أيضا لا نحتاج لدو أو داز، يعني مع أم وزوار لا نحتاج دو داز. أيضا مع كان مباشرة بعد كان أضع not تصبح I can not بهذا الشكل، أو اختصرها تصبح can't or can't. إذا can't أو can't الاثنين صحيحة لفظها. I can swim in the sea تصبح I cannot
swim in the sea، يعني أنا لا أستطيع، إذا لا أستطيع أن أسبح في البحر، أو اختصرها تصبح can't or can't. can't or can't الاثنين صحيحة، تختصر كما قلنا can not، بدل عن ال N وال O نحذفهم نضع apostrophe T، تصبح I can't swim in the sea. الجملة الثانية he can swim in the sea، أيضا بعد can نضع not، تصبح هو لا يستطيع أن يسبح في البحر، إذن أيضا نكتب can't. they can swim in the sea أيضا عندنا can نحمل عليها not تصبح can't، أو اكتبها بشكل كامل بهذا الشكل they can not swim in the sea. إذن دائما مع can لا نحتاج لا do ولا does. يا لا أستطيع أن أقول I don't can، يعني اكتب بهذا الشكل I don't can swim in the sea، هذا خطأ، لا نحتاج don't، يعني دائما مع am و is و are أضع not مباشرة، مع can أيضا أضع not مباشرة. أيضا مثل عندنا there is there are، there is بمعنى يوجد مع المفرد، يعني بعدها يأتي مفرد، هذه للمفرد. there are أيضا يوجد لكن يأتي بعدها جمع، لاحظ بدلا عن a استخدمنا some. أيضا this is يأتي بعدها مفرد، و these are أيضا يأتي بعدها جمع، لاحظ a مفرد some جمع. نريد أن ننفي هذه الجملة there is a cat on the table، كما قلنا مع is نضع not تصبح there is not a cat، there is not a cat on the table، يعني لا يوجد القطة على الطاولة. أيضا there are not، فقط أضع not بعد are، أو اختصرها there aren't كما قلنا بالفقرة السابقة تختصر. this is a book أيضا اختصرها this isn't a book، هذا ليس كتاب، أو لا يكون كتاب، أو ليس كتاب. these are some books أيضا نضع not تصبح these are not some books، هذه ليست بعض الكتب. بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن نفي الجملة في زمن المضارع البسيط. كما قلنا إذا كان الفعل في am is are فقط نضع not بعد الفعل، إذا كان عندنا can نضع not بعد can، باقي الأفعال نحتاج إلى don't و doesn't على حسب الفعل. بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن نفي الجملة في زمن المضارع البسيط. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعمل فائدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.